أصدر قسم القضايا بإدارة الشؤون القانونية بصحة الرياض تقريراً عن توفيرها مبلغ يزيد عن 75 مليون ريال لصالح خزينة الدولة من خلال حفاظها على المال العام خلال العام الماضي، حيث بلغت عدد القضايا الواردة ضد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض 476 قضية، وانتهى منها 208 قضية لصالح المديرية العامة للشؤون الصحية، وغالبية الدعاوى هي من الحقوق الوظيفية، ومن ثم تليها دعاوى الشركات وإلغاء القرارات الصادرة من اللجان التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية، ويليها الشؤون الهندسية والقضايا الطبية. وينضم إلينا هاتفيا من الرياض مدير الشؤون القانونية بصحة الرياض فهد الغنامي. أهلا وسهلا فيك أستاذ فهد معنا. يعني بداية، كيف تم توفير هذا المبلغ 75 مليون ريال؟ أهلا وسهلا فيك يا أستاذ نبلة. أهلا بالسادة المشاهدين والمستمعين. الحقيقة هي إحصائية سنوية تصدر من الإدارة القانونية بصحة الرياض، نقيس فيها عادة مؤشرات الأداء، ونعرف من خلالها نقاط الضعف ونقاط القوة، بحيث أنه مستقبلا نستطيع تجاوز الأمور السلبية. هي للأمانة هذه المبلغ الذي ذكرتيه أخت نبلة هو ثمرة جهود عدد من شباب وشابات الوطن. أنا ليس لي دور كبير في هذا الموضوع، لكنها جهودهم على مدار عام 2019، وإن شاء الله ما يحقق رؤية المملكة في 2030، وهذا منهج من المناهج التي اتخذتها القيادة الحكيمة مؤخرا، وهو ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام. نعم أستاذ فهد، يعني ما هي نقاط القوة التي ذكرتها والتي ساهمت بشكل مباشر في رفع هذا الفائض؟ صراحة وزارة الصحة مؤخرا انتهجت منهج قياس مؤشرات الأداء، وهذا في الحقيقة يعني كان له دور كبير في تحسين الأداء لدينا. أهم هذه النقاط وأهم هذه الأهداف هو دعم الإدارات القانونية بالكوادر المتخصصة. أنت تعلمين وكثير يعلم أنه أهمية القانونيين في جهات حكومية، وزارة الصحة من ضمن هذه الجهات. إعطاء الأهمية الكبيرة للقانونيين كان في فترة السنوات القليلة الماضية ضعيف جدا، لكنه في الفترة الأخيرة تنبهت وزارة الصحة لأهمية الإدارات القانونية، وإنصافا يعني للزملاء بالوزارة وتحديدا الإدارة العامة للشؤون القانونية، الزملاء بالإدارة العامة للشؤون القانونية بقيادة الأستاذ متعب الأحمد، كان لهم دور كبير في تحسين جودة الأداء. نعم. لدينا في الإدارة القانونية. نعم أستاذ فهد، يعني هل انعكس بشكل إيجابي على كسب هذه القضايا؟ جميل أستاذ فهد، هل هناك آلية أو خطة لاستثمار هذا الفائض؟ هي في الحقيقة هي قضايا متنوعة رفعت على وزارة الصحة بمطالبات مبالغ مالية كبيرة، وكانت متنوعة ما بين غرامات على منشآت صحية خاصة ومنشآت صيدلانية، وكانت مبالغ كبيرة جدا ومتعلقة بنزع الملكية ومتعلقة بالشركات التي ترفع دعاوي الصيانة والنظافة وقضايا التعويض وقضايا التطوير وقضايا الحقوق الوظيفية بشكل عام. آلية الاستثمار هي قضايا كسبناها وليست قضايا مالية، هي قضايا كسبناها من خلال رفع أصحاب الشأن قضايا على وزارة الصحة، ومن ثم لله الحمد استطعنا توفير هذه المبالغ.